كل سنة بتتسابق الشركات السعودية للمشاركة في احتفالية الوطن الكبيرة المتمثلة باليوم الوطني السعودي، بس واحدة من الشركات سهلت على نفسها الموضوع لأنها بكل بساطة وإبداع نظرت حولها واكتشفت أن كل شيء واضح في السعودية وفي تقدمها، وطلعت برسالة اللي هي السعودية هي المستقبل، لأنه صرنا فعلاً عايشين في المستقبل من خلال الحاضر الجميل اللي بنعيش اليوم، ورايحين للأجمل والأفضل بكل تأكيد. لأن صرنا للمستقبل علامة.